السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بلغ منتخب الجزائر ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره الغيني بثلاثة أهداف دون رد. فوز وضع محاربي الصحراء في ربع النهائي ليقتربوا أكثر من تحقيق الهدف والوصول إلى مبتغاهم. بخطى ثابتة منذ بداية البطولة ومستوى متطور من مباراة لأخرى، منتخب الخضر الذي يعج بنجوم قادرين على تحقيق المستحيل في كأس القارة الأفريقية. محاربو الصحراء في مواجهة غينيا، والهدف هو المضي بعيدا والوصول مع المدرب الفذ جمال بالماضي لتحقيق الحلم. بداية التهديد الفعلي للخضر جاء عبر بغداد بنجاح الذي سدد دون تركيز ليعود ويظهر خطورته على مرمى غينيا بفرصة لا يمكن ضياعها من لاعب بحجمه. السيطرة على الميدان كانت من نصيب الجزائريين إلى أن بدت ملامح الهدف تتضح من تسديدة رامي بن سبعيني الرائعة. وإذا راقبت بنجاح يظهر لك يوسف بلايلي بهدف يعكس مهارته في التسجيل، منهيا الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدف وحيد. الشوط الثاني كان مفترق طرق بين الطرفين، غينيا تهدد مرمى بولحي بتسديدة قوية، لكن محاربي الصحراء يحملون صفة اسمهم، والدليل على ذلك هدف رياض العاشق لإحراز الأهداف واضعا بالماضي في بر الأمام بتسجيله الهدف الثاني. ومن هجمة مرتدة منظمة استطاع آدم والناس أن يسجل الهدف الثالث. الجزائريون عرفوا من أين تؤكل الكتف أمام غينيا بفوز مستحق بثلاثية، وبوجود مدرب فيلسوف يدعى جمال بالماضي ألبسهم ثوب المرشح لحصد منذ اللقب. أول مباراة خاضها المنتخب الجزائري في هذه البطولة وحتى مباراة اليوم، الروح المعنوية، الشراسة، القتالية على أرض الملعب، لا تعرف ما إذا كان المنتخب متقدم أم متأخر في النتيجة. أقوى هجوم بتسعة أهداف، أقوى دفاع لم تتلقى شباكه أي هدف. نحن أمام ملامح بطل أو مقومات بطل؟ الحمد لله. الله يحفظنا بالعين، إن شاء الله يحفظ أولادنا بالعين. هي صحيح، هذه كل اللي تكلمت عليها صفات الجزائري واللاعبين المنتخب الجزائري، يعني الأداء والمردود الجيد اللي قدموه منذ بداية المنافسة خاصة في دور المجموعات، وكان المنتخب في تصاعد من مباراة إلى أخرى. يعني كانت أول مباراة أمام كينيا عندما فزنا، بعض الناس قال لك كينيا ضعيفة لازم تأكد أمام السنغال. أمام السنغال كان فيه تأكيد بالنسبة مثل ما قلت الشراسة، انضباط التكتيكي، روح المجموعة، يعني كل هذه الميزات اللي تكلمنا عليها شفناها حتى في المباراة مروا من قبل، يعني على المنتخب، يعني منذ نقدر نقول لك منذ يعني وقت غوركيف لم نشاهد المنتخب بهذه العزيمة، بهذه الرغبة، انضباط تكتيكي فوق أرضية الملعب. في على ما أظن فيه اللقطة اللي كانت في بقات في ذهني في الدقيقة تقريبا 81 أو 82، 10 دقائق قبل نهاية المباراة، تقريبا محرز يدافع مع عطال على الجهة، يعني تقريبا في 18 متر، والجهة الأخرى نفس الشيء، يعني لاعبين يعودوا يرجعوا حتى ولو لاعبين البدلاء والناس نفس الشيء، دخل تقريبا ربع ساعة 10 دقائق قام بنفس المجهود دفاعيا وهجوميا. حتى الرسالة، حتى الحوار ما بين جمال واللاعبين كان يعني واضح، اللي يكون أفضل، اللي يكون جاهز، اللي يكون عنده يعني